تلذذ. روح بس المجمع، روح بس المجمع، صدقني مش هتندم ولا يوم هتدمع. احلى الدرجة بجيبها مدرستي ومش هسيبها، في دقيقة المناهج تتحفظ وتتسمع. روح بس المجمع، روح بس المجمع، صدقني مش هتندم ولا يوم هتدمع. احلى الدرجة بجيبها مدرستي ومش هسيبها. غنيت للمنار، غنيت لاربعة وعشرين، قلت على دول شطار وقلت على دول حلوين، والمجمع نفسي لا ده انا سايبه في الاخر. لو هتسألوني ليه هقول الحلو في الاواخر، قلت لازم انهي بيه، لازم اتكلم عليه، قلت لازم برضو الواحد يقول اللي عليه وليه. مدرسة المجمع يمكن ما تربيتش بينها، بس انا برضو بسمع ان الجنة حتة منها. جواها في اوائل طلبة، كل الناس فيها محترمة، مدرسة ماشية بنظام مش زي مدارس تانية سايبة، الطلاب فيها متربية على الذوق والمسؤولية، واضمن لك كله هيجيب في الثانوي فوق 90%. والمدرسين كمان في المدرسة من زمان، محدش اشتكى منهم، ده كله بيهم فرحان. هتكلم عنهم وهقول، ولا انسى يا ريت ما يزعلش، مشهور طبعا مش مجهول، بس انا اللي معرفش. روح بس المجمع، روح بس المجمع، صدقني مش هتندم ولا يوم هتجمع. احلى الدرجة بجيبها مدرستي ومش هسيبها، في دقيقة المناهج تتحفظ وتتسمع. روح بس المجمع، روح بس المجمع، صدقني مش هتندم ولا يوم هتجمع. احلى الدرجة بجيبها مدرستي ومش هسيبها، في دقيقة المناهج تتحفظ وتتسمع. هبتدي مع العربي يعني مستر عماد، في الشدة واقف جنبي بيفهم في الامتحانات. طبعا في المات مستر كمال يعني سهل وعالي العال، ومستر مصطفى غريب لو ما فهمتش يبقى عيب، اصل شرحه ملهوش حل بيفهم قريبه غريب. وفي اعدادي دراسات يبقى اكيد مستر سمير، معاه بجيب اعلى الدرجات ومفيش زيه كتير، وعالي تربيه رياضيه يعني لياقه بدنيه. قالوا عليا الواد ايهاب غنى لكل المدارس وعمل اغاني راب، وفي الموضوع ده دايس، بس لما قلت مجمع حسيت بفرق كبير. كل الناس هنا بتتجمع، كل الناس قلبها كبير، دود ده لكلمته قال، وده كان اكبر مثال، اهو واحد من المجمع يعني بجد مش لعب عيال. لكل اب وكل ام لو بتحب لو بتحبهم، ودوا على طول المجمع هيضحك لكم حظكم. روح بس المجمع، روح بس المجمع، صدقني مش هتندم ولا يوم هدمع. اعلى الدرجة بجيبها مدرستي ومش هسيبها، في دقيقة المناهج تتحفظ وتتسمع. روح بس المجمع، روح بس المجمع، صدقني مش هتندم ولا يوم هدمع. اعلى الدرجة بجيبها مدرستي ومش هسيبها، في دقيقة المناهج تتحفظ وتتسمع. المجمع.